واللي هي تشيكن بارميجانو او دجاج بالبارميجان. الوصفه بتاعتنا عشان نعملها عايزين صدور فراخ، احنا بنقول 6 مثلا، عايزين بصله مقطعه، 2 فص ثوم، 1 كوب عصير طماطم طازه، 1 معلقه كبيره صلصه طماطم، 1 حزمه ريحان طازه، مش هناخدها كلها يعني. عايزين كوبايه جبنه بارميجان، عايزين نص كوبايه جبنه موتزاريلا، ربع كوب كريمه وده اختياري، عايزين زيت للقلي، زيت زيتون، وللتغطيه عايزين 2 بيض بقسماط، ملح وفلفل او مكعب مرق زي ما تحبوا. طيب اول حاجه هنعملها هناخد الطاسه اللي عندنا، هنحط شويه زيت زيتون، وهنحط البصله والثوم. الفراخ اللي عندنا هنشوف دلوقتي ازاي هنعملها في السريع كده علشان نلحق نخلص وصفاتنا النهارده كلها، لانها وصفات كتير وتقيلة يعني زخم زاخمة. هنجيب الثوم نحط الطماطم الفريش ونحط عصير الطماطم قصدي صلصة الطماطم، وهنحط دلوقتي شوية مية ومكعب مرق، يا مكعب مرق يا ملح وفلفل. هنخلي بقى الكلام ده على النار شوية كده لغاية ما الدنيا تتسبك كده شوية معانا كده اهو، تمام. مفيش اي حاجة بعد كده هنعملها غير ان احنا هنحط له شوية ملح شوية فلفل، وهاخده احطه في البيض ومن البيض على البقسماط بالشكل ده، وبعدين هنقليه في الزيت لغايه ما يتقلي معانا بطريقه حلوه كده يبقى لونه، وده بيكون شكله عندنا في الاخر. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الفراخ بتاعتنا اللي عملناها اهي، هنروح عند الصاص وهناخد الريحان اللي عندنا، كان محتاجين شويه ميه، خلي النار اهدى ونحط شوية مية كمان، وهناخد الريحان دلوقتي ونحطه، وبعدين هناخد الفراخ بتاعتنا ونحطها ونحط عليها من فوق الجبنة ونسيبها لغاية ما الجبنة بتاعتنا تسيح على الفراخ من فوق، تمام. انا بحب اخلط الموتزاريلا مع البارميجان، ما بحبش احط بس حاجه واحده، فهنخلط دلوقتي البارميجان مع الموتزاريلا. ادي الموتزاريلا اقل من البارميجان، يعني بنحط البارميجان اكتر، وادي البارميجان اللي عندنا، ونقلبهم مع بعض. وهاخدهم احطهم فوق الفراخ بتاعتنا واغطي عليها واستنى لغايه ما تسيح الجبنه، وكده تبقى جهزت عندنا الاكله بتاعتنا.